صوت غزة يصدح مجددا في حرم الجامعات الأمريكية والغربية مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. في جامعة كولومبيا التي انطلقت منها شرارة احتجاجات الربيع الماضي ضد الفظائع المرتكبة بحق الفلسطينيين، اعتقلت الشرطة الأمريكية طالبين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج أحد مباني الجامعة في نيويورك، ما يمثل تحديا من جديد لمسؤولي المؤسسة العلمية العريقة. مع إصرار تحالف المنظمات الطلابية وهيئة التدريس في الجامعة على مواصلة الاحتجاجات، تخشى سلطات الجامعة كما الحال في جامعات ومعاهد أخرى أن يكون الموسم الجامعي الجديد ساخنا، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للعدوان على غزة وتوسع عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية وقرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق المثيرة للجدل والتي حاولت إخماد احتجاجات الموسم الجامعي الماضي بشتى الوسائل استقالت منتصف الشهر الماضي، لكن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أفاد بأنها لم ترحل إلا بعد أن صاغت تحت ضغط الكونغرس ووزارة التعليم ومنظمات يهودية سياسات جديدة وثبتت إجراءات صارمة للحد من التظاهر والاحتجاج المكفولين دستوريا. تجنبا لتكرار المشهد الساخن خلال الربيع الماضي، فرضت جامعة كولومبيا قيودا وتغييرات مستحدثة على الحرم الجامعي بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تمثلت في غلق مساحات خضراء ومفتوحة وإحاطتها بسياج، تحديد مسارات تمنع الطلاب من الوصول إلى الحرم الجامعي أفواجا، تعليق لافتات جديدة تشير إلى حظر إقامة خيام التضامن مع الفلسطينيين، تعزيز عناصر الأمن في الجامعة البالغ تعدادهم 290 بعناصر أمنية مخولة قانونا باعتقال المخالفين. في جامعة أمريكية أخرى تجري استعدادات مماثلة لتفادي موجات غضب طلابية بدأت تنفجر في أوروبا أيضا في أول يوم دراسي. في العاصمة البولندية سار طلاب جامعة وارسو في موكب صامت حدادا على أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة. وفي جامعة كوبنهاغن اعتقلت الشرطة الدنماركية 6 متظاهرين بينهم الناشطة البيئية غريتا تومبري خلال احتجاج بأحد مباني الجامعة على استمرار العدوان على غزة.